لكن رجعت مره ثانيه. مصعب العتيبي اخذ كرته مصعب يغير الاتجاه يلعب كره جميله محاوله داخل منطقه الجزاء جول جول خلص الدانه سجل الدانه عزف واحد من اجمل الحانه حتى لا تكون الدقيقه 71 الا وحضور نادي الخليج بتقليص هدف التعادل. هذا هو الان الحوار اللي عمله جلال القادري بكوره جميله منها الان جماهير الدانه على انغامه وعلى الحانه يسجل من خلالها هدف. شوشو مصعب لعب كوره جميله تهيئت من حسين التركي بتهيئة.